أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا زوج يقول بأنني ظلمت زوجتي في التعامل معها في بداية حياتي وقد استمر على ذلك أكثر من عشر سنوات الآن نريد أن نطيب خاطرها عن الظلم الذي لحقها يا فضيلة الشيخ كيف يكون ذلك في التعامل الزوجي؟ طيب يطلب من المسامحة فإذا سمحت عنك فالحمد لله وإذا اعطيتها شيء من المال حتى تسمح فهذا شيء طيب نعم